السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثالث. نتحدث اليوم عن درس جديد وهو شهر الصيام. أهلا، هيا بنا لنبدأ درسنا لهذا اليوم. هل تتذكر معي يا ثالث عن أي درس توقفنا؟ نعم، أحسنتم، عند الإيمان بالرسل. وتعلمنا من هذا الدرس يا أحبائي من هم أولو العزم، ولماذا لقبوا بذلك الاسم. أحسنتم، أسمعكم. نعم، هم موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، إبراهيم خليل الله عليه السلام، نوح عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. هم الملقبون بأولي العزم، ولقبوا بذلك لما تحملوه من الأذى وصبروا في سبيل الدعوة إلى الله تعالى. نتحدث عن درسنا الجديد وهو شهر الصيام. أهلا، وبعض أهداف الدرس هي: ما هو شهر الصيام؟ كيفية استقباله؟ فوائده؟ فضل هذا الشهر عند الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا فضله الله؟ وعلى من يجب الصيام؟ وما هي مفطرات الصيام؟ ومتى يبدأ الصيام؟ ومتى ينتهي في اليوم والليلة؟ نبدأ أولا: ما هو الشهر؟ وكيفية استقباله؟ ووقته المحدد الذي يصوم فيه المسلم في اليوم الواحد. أولا، هو شهر رمضان الكريم، ويكون 30 يوما، وبعض الأحيان أو بعض السنوات يكون 29 يوما، ولا يبدأ هذا الشهر الكريم إلا بظهور الهلال أو برؤية الهلال. كيف نعرف أنه قد بدأ الشهر الكريم؟ أسمع سؤالكم. نعرف عن طريق مشايخ العلماء والعلماء وكبار مشايخ الدولة، هي التي تقول لنا وتخبرنا بثبوت الهلال وأن الشهر الكريم قد بدأ. وهؤلاء المشايخ يكونون كبار مشايخ الدولة وموثوق بهم وبكلامهم. ورؤية الهلال كيف تتحقق؟ أسمع جيدا سؤالك يا كرم. أو كيف يعرفه العلماء؟ كيف يعرفون؟ هم مثلنا بشر، كيف يعرفون رؤية الهلال؟ يعرفون يا محمد بأن الهلال قد ظهر عن طريق أداة تدعى الميكروسكوب أو مكبر الرؤية، وهو مكبر الرؤية مخصص للكواكب والنجوم، ينظرون في السماء به، يستطلعون الهلال ويخبرون الناس بثبوت الهلال أو عدم ثبوته. والآن، متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي في اليوم والليلة؟ يبدأ الصيام عند سماع أذان الفجر. يمتنع المسلم الصائم عن الطعام والشراب وكل المفطرات الصيام أو مبطلات الصيام التي سوف نتعرف عليها لاحقا إن شاء الله تعالى، وينتهي عند أذان المغرب. يعني إذن يبدأ عند سماع أذان الفجر وينتهي عند سماع أذان المغرب. والسؤال الآن: ما فضل هذا الشهر الكريم يا يوسف؟ ولماذا هو مفضل عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا الشهر الكريم له فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، لما فيه من ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. فضلها الله سبحانه وتعالى لما فيها من فضل كبير للمسلم، وإنها أيضا
ولها أيضا فضل كبير حيث أنها نزل فيه القرآن الكريم. وهذا الشهر أيضا له فضل كبير على المسلم، حيث يزداد فيه الحسنات ويزداد فيه العتق من النار، وتزداد فيه الطاعات والتقرب من الله سبحانه وتعالى. والآن نتوقف عند ما هي مفطرات أو مبطلات الصيام، وعلى من يجب الصيام، وما هو فوائد الصيام للمسلم والصائم. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.